لسنوات كانت أحد أهم بؤر تراكم القمامة وأحد أهم النقاط السوداء بولاية بشار. اليوم وبفضل عزيمة وإرادة سكان حي النور تحولت إلى مساحة خضراء تزين ضفتي الواد. الجهة واش نقول لك كانت مهمشة مسخة، الكورفي كالينا الناموس المبادرة وحدنا وحدنا. كان عندنا واحد المرحوم أنا وياه كنا متعاندين هو وحده داره وين راحنا دروك هنايا، وانا من هيها مشيت داري. من بعد الحمد لله توسعنا وبدات الناس تفهم وبدات تعرف وبدات بدينا جايبينها من لابوس حتى للماتيكو. ما كانتش هاد البلاصه كيما هاك، كانت بلاصه كارثيه تعبنا عليها بزاف. دركا احنا لقيناها رانا ريحوا فيها نقصروا فيها حتى في رمضان ما مشيو حتى البلاصه من غير هذه. الحفاظ على هذا الديكور الطبيعي مسؤولية يتقاسمها الصغير قبل الكبير بالحي، رغم الإمكانات البسيطة ورغم السلوكات غير الحضرية للبعض. كاين الناس لا يديه يجي فايت يقيس لك بورصة، وليد صغير كيما دا ما يعرفش يهز ديك البورصة من الطريق باش البلاصة تقعد نقية. معناتها الشباب كيما هكا قال احنا بغينا نديروا بغينا نحفروا حفاريك يجوا معانا نساهموا كاع فيها، كي الكبير كي الصغير. لا وسورتو الأغلبية لهاد الشباب الصغار. ماذا بينا ما نقيسوش الكورفي هنايا لاخاطش هذه جهتنا، مادام نحافظوا كما نقولوا نديروا يد في اليد. هي اذا مبادره جميله اضفت لمسه جماليه لمسها الزائر قبل القاطن بالحي، والاجمل ان يقتدى بهم بجميع الاحياء الاخرى لضمان العيش في محيط صحي سليم ونظيف.